وزارة التجارة ستطلق ابتداء من اليوم موقع، نطلب من كل إخواننا المهتمين بالتصدير الولوج إليه من أجل معرفة ما هي قدراتنا الإنتاجية. هذا الموقع مسجل فيه أكثر من 10,200 مؤسسة جزائرية، فيه 388,000 منتوج محلي. هذا الموقع طلب من كل إخوة الولوج إليه ومعرفة ما هي المواد، كلها مواد قابلة للتصدير. اللي عندنا الآن 9,600 مؤسسة مطابق سجلها بالقانون الجديد في عملية الاستيراد، لكن التصدير أنشأنا له أن كود جديد، سجل تجاري جديد. صاحب هذه المؤسسة التصدير يقدر يصدر ما يريد من منتوجاته.